واللي صار لمحمد هلال هذه الكروت الصفراء، يعني الوان الشوط الثاني كده، انذارات الشوط الثاني، ثلاثه بلعيبه البنك الاهلي واثنين بلعيبه النادي الاهلي. هذه الانذار اسحاق يعقوب خمس انذارات بدايه من الدقيقه 45. ضربه حره هيلعب ياسر ابراهيم. ياسر خرج بره المنطقه وسامي رايح حلو قوي لعمر كمال، يسحب عمر ويدخل ويلعب عرضيه حلوه. يا ولد يا لعيب مش ممكن اللي فات، مش ممكن اللي فاتت، خطيره خطيره عرضيه خلصانه. انما رضا سليم مش عايزه جنب دماغه بالشكل ده، عايزه بس يا دوبك يريح عليه. هجمه للنادي الاهلي وهدف محقق، هدف محقق بعرضيه عمر كمان اللي عمل نشاط مفيش شك في الجبهه الشمال. تلعب الكره تاني يردوا بهجمه، يسيبها كريم برضو لمحمود سيد، احمد ربيع في وسط الملعب الى موسى فراوي من الطرف اليمين، موسى يلعبها جامده اللي يمسكها محمد الشناوي وينزل على الارض بشكل حلو. محمد الشناوي يطلع ياخدها بعد ما عمل العرضيه او حطها في العمق كده موسى فراوي. بص بقى الكوره والسحبه بتاعت عمر كمال، وعمل عرضيه خلصانه. يا ولد يا عمر، يا ولد يا عمر على العرضيه، الراجل باصص وشايف وحاطط لرضا سليم. هارد لك يا ولد، هارد لك لرضا سليم برضه، حطها في الزاويه كده وثبت خلاص احمد صبحي ورايح للقايم. القايم ملوش ذنب، انما تحرك كويس من رضا سليم والنهايه جاب عنده التوفيق. هارد لك يا رضا، تروح الكوره تاني هناك اسحاق يعقوب، اسحاق مقفل عليه الثنائي محمد هاني ورضا اللي رجع لورا. محمود سيد في قلب الملعب متقدم للامام لموسى فراوي اللي خد وجهات محمد جاسوم. ضياء النور اللي جه في الطرف اليمين، اربع دقايق وقت ما اتكسر قدم ضايع، وده ضربه حره لصالح ضياء النور. امين عمر، ادي عمر كمان، وادي النور اللاعب الدبور الثاني. أغنية باسم عبد الرحمن، أغنية باسم عبد الرحمن. احمد صبحي كل
كل الكلام بتاع اللعيبه مع امين عمر، الراجل مش هيفيد باي حاجه سواء من هنا او من هنا لغايه ما نشوف امين مع الشناوي واحمد صلاح. كل ده الحوار على عرضيه محمد هلال والتحرك بتاع كريم بامبو على ايمن قريب. هيروح ايه ضربه حره غير مباشره، ضربه حره غير مباشره تسلل، ادي كريم بامبو بتاخد، ماليش دعوه ما اتكلمش انا على اللعبه، مش هتكلم انا. انتوا شايفين اللعبه، التحكيم يتكلم عليها، المحللين يتكلموا عليها، وهدف مالكي من غرفه الفار هدف كريم بامبو. ملناش احنا راي في الكلام ده، حتى لو احنا عارفين القرار. ضربه حره غير مباشره، وادي الكره اللي الراجل الله يكون في عونه رغم العرض اللي عمله هجوميا في الشوط الثاني، ولكن ريما سليم رفض اخر الهدايا من عمر الحلال عبد الواحد الشوط الثاني اللي فات. وادي جماهير النادي الاهلي اللي صوتها يرد الملعب من بدايه اللقاء. كريم فؤاد يرجع ثاني عند رامي ربيعه، رامي علق الكره قدام، اشتراك من احمد ربيع ومعاه محمد عبد الغني على الارض. مرة ثانية موسى فيهاوي دفاع النادي الاهلي يرد من عند كريم نجم، كريم بيتباهه لرضا سليم، رضا هيعمل مشوار رضا من كمال يمين مع اسحاق يعقوبي، رضا واسحاق تفوق رضا، ماشي رضا انما يسحق ويطلع بره رمي التماس لصالح النادي الاهلي. وصلنا للدقيقة 96، امين عمر وقف اللعب طبعا في لقطة الجول اللي سجله كريم بامبو لغايه ما خد راي غرفه الفار. جماهير الكبيره، جماهير العظيمه اللي بتيجي ورا في الدنيا.